السلام عليكم ورحمة الله معكم يوم ماكو وكابتن مات من قناة اس جيم نتورك. اليوم معكم فيديو جديد من ماستر ليج، الحلقة الأخيرة في الموسم والحلقة رقم 11. اوكي اليوم طبعا حاب اقول لكم اني بلعب مباراتين، يعني مباراة ريال مدريد بسوي لها سكيب، ريال مدريد بسوي لها سكيب، بسوي لها سكيب، لاني يعني اتمنى فوز ريال، لان يصير في فريقين في الدوري الاسباني عندهم 100 نقطة. اوكي بلعب مباراة ضد موناكو اللي متأهلين للنهائي، بنلعب مباراة بدون تقصيص. اوكي رقب بلعب مباراة ضد اساطير، فبلعب مع تقصيص، لكن مباراة موناكو بلعب بدون تقصيص. اوكي اول شي قلت اتفقنا ان ريال مدريد سكيب، اكيد يعني هم بيفوزون. تعادل 1-1، فينتهي على طول ريال مدريد او اشبيليا فيقدر المركز الاول ب 107 نقاط، وعقب يلينا ريال مدريد ب 99 نقطة، وعقب برشلونة ب 82 نقطة، عقب اتلتيكو مدريد ب 76 نقطة. فخلينا نشوف اللي ينزلون ليجانس وختافي وجيرونا. اوكي صار مفهوم ما اهتم لان شو اسمه، لا اقدر دي كل الفرق. ففريق الموسم في جابريل خيسوس وبن يدر فقط، يعني سيريسلي اتلتيكو مدريد الرابع حاطين الباب ثلاث لاعبين، ونحن الا لاعبين بس. اوكي فثمان لاعبين من اشبيليا اختاروا للمنتخب وفزنا بالليغا، واتوقع اني انا افضل مدرب لليغا، وجابرييل خيسوس افضل لاعب في لليغا، عقب بن يدر الهداف، وسابو كاستيريخو اكثر لاعب طلع، اثنين من فريق الموسم. اعطوني ميزانية قوية، اعطوني 6 ملايين زيادة بسبب اللي هو فوز بالدوري. اتوقع اقدر اشتري يونس او كوزيتش، كيف بنصير عند اسبانيا ونشوف الرقاب الفردية. جابرييل خيسوس افضل لاعب في الموسم، هدف بن يدر واحسن من بن يدر، ترى قالوا سامو كاستيليخو فمن افضل مدرب. اشوف متساويين. اوكي اول ثلاث لاعبين او اكثر ثلاث لاعبين صانعين، اول اربع لاعبين صانعين هم من فريقنا، بن يدر، سابو كاستيليخو، كورنديلي، واخر خيسوس. اوكي حاليا نشوف تصنيف الاهداف، بن يدر الأول ب 34 هدف، وعقب جابرييل خيسوس ب 26 هدف، عقب ريونالدو ب 25 هدف، عقب
سامو كاستيليخو ب23 هدف، وكوندي ال12. بس يعني طبعا يبون دافع أجداد، فتشوف ايفون لقب فردي أفضل لاعب في كاس كان كسامو كاستليخو، والهدف رونالدو، أحسن مباراة كوندلي، وأنا أفضل مدرب، يعني أنا أفضل مدرب في إسبانيا. أوكي يلا يلا يلا. اوكي ما ضد موناكو، اوه كانت لقب الشامبيونز ليج على وشك البدء. يلا يلا هذه اهم مباراة في الموسم بفارق كبير، ايضا لقب الشامبيونز ليج ومعه المجد الذي يتحقق، فافعل هذا برجل النادي والجماهير. اوكي متحمس. حماس الف. يلا. اوكي. وصلنا للنهاية اجل، والان فلنبدا الاقصى جدنا للفوز بالكأس. اوكي يلا 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 يلا. ما كان غير داس دخل لا مصابي ولا في ست لباس كل شيء. اوكي يلا جاهزين 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 جاهزين. اوكي خلي غير تقبل خلي لازم يلا ليتس جي ليتس. اوكي دخل ضيف الملعب إشبيليا ضد موناكو. أجمل التحايا سيداتي وسادتي من أحد أكثر ملاعب كرة القدم إبهارا في العالم، ودائما ما يختص بالمواعيد الكبرى. الترقب، الشغف والإثارة، تجتمع كل هذه المشاعر اليوم في المرحلة الختامية من دوري أبطال أوروبا. النشيد الذي يأمل كل فريق أن يسمعه في كل موسم أمام جماهيره. إنها اللحظة المرتقبة إذن. هذا هو حوار الأبطال، حوار الكبار، من سينتصر في هذه الليلة الكبيرة، من سيحقق هذه البطولة، ومن سيكون عنده خيبة أمل في يوم كبير مهم بالتأكيد في تاريخ الناديين. الكرة ملعوبة من مسافة.
طبعا الفيديو بيكون بدون تكسس، الكرة على المباراة بتكون بدون تكسس. ينطلق إلى الأمام بسرعة. جول ديلي وايكا والبيجي وايكا فاسكيز فاسكيز وايكا. لا 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 والله ما كنت أشوف الكرة فجأة أشوفها عند فاسكيز، ولكن فاسكيز ما شافها في الوجه اللي انا كنت بكي. ويلكم باليد يا الله، هدف اول خرافي. شوف الباص العالمي، شوف اللمسة، هذه الكرة يا جماعة، هذه المتعة، هذه الكرة التي نحب ان نشاهدها دائما. يا سلام عليك يا باليد، تشوف التسديدة على الطاير على الطاير، تشوف كم شوكة سريعة والتسديدة من بنيادم، هدف أول من بنيادم. إشبيليا له الأسبقية في التسجيل. فالكاو يلعبها على اليمين. سيدي بي مع انطلاقة ممتازة عن الجهة اليمنى. سيدي بي لكن كايا القائد يخلص في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. كرة طولية إلى الأمام يضعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. وكيف العيد والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. وكا عارف لا يبتتشي يتقدم بقوة بدنية كبيرة. فالكاو فالكاو كرة بعيدة فالكاو فالكاو تسديدة في الحارس مرة أخرى، ينقذ فريقه من كرة خطيرة، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. فالكاو فالكاو الحاسم لا 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 فيطول فالكاو والحارس جدا من الحارس. ثلاث مرات يصد الحارس، كفو عليك الحارس والله. أحمد ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. تسديده والحارس صدها والكرة ويبعد المدافع. شوف العظيم، والتسديدة من الحارس صدها، ولكن كورشية يبعده. أوه غابت ماما، يعني لعبها من دقة. أوكي فيلا. زونزي. فاسكيز يحاول أن يلعب كرة بينية. بنيده يلعب والكوميديا، ولكن العظيم كافية. وانت شوف الاول 1-0 لمصلحة فريقنا. 45 دقيقة مرت من النهائي، يلا وبداية الشوط الثاني على طول 1-0. هل ان اشبيليا يفوز باللقب ام ان موناكو له رأي اخر؟ وكرة ملعوبة الى الامام. يعني عارف لك كرون ديلي بنيادم. يا سلام، 2-0 بنيادم يسجل الهدف الثاني على موناكو. شوف البينية في غفلة من الدفاع من كرون ديلي لعب بنيادم حطها في الزاوية البعيدة، هدف ثاني لمصلحة إشبيليا. 2-0 يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. عالكعاد فالكاو يفتش عارف من عارف لنزول نزول يلعب بشكل خاطئ، عارف لجواو موتينو يلعب لكتابيلدي كيتابيلدي يلعب ليوفيتش يوفيتش، ولكن زوزي يلعب كيتابيلدي يلعب لجوا موتينو كيتابيلدي عادة الكامة غير لابورتي يبحث عن حلول. والتمويات الفرنسية لكن خلصها طايحة عادت. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فالكاو تسديدة من فالكاو، لكن سيجيكو يخلص. تصدي غير عادي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. فالكاو بيني ولكن بيني دكتور يقدر ياخذها، لكن اجعل للحارس الحارس ممكن يبعد
والله كان بي من عيد الحاس. يمكن قول انها كارثة لا 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 للفريق، هلكا هلكا يلعب كرة هلكا بينية هلكا هلكا سبق هلكا هلكا. يحاول ان يسدد الكرة من اوه هنا، سد الحارس الله على هذا التألق، على من هذا على الحارس، على خط هذه المباراة المرمى الكبيرة خلصها ليقدمها كرة جول كيبر. بينية من انذار باليد ممتاز بجانب جونديني، حارس المرمى مع جونديني تألق يلعب المدافعين. لسامو كاستيليخو. يا حرام حرام، اتوقع لي حاليا ببدل، بدخل جابرييل خيسوس. مايك عظيم باليد، كوندلي يسجل الهدف 3-0. كوندلي يسجل الهدف الثالث لمصلحة فريقنا، هو ممتاز في الراسيات، هدف ثالث ننهي على أحلام موناكو 3-0. وباقي شوي على المباراة، أعلن رسميا أن إشبيلية بطل النتيجة، 3 أهداف نظيفة دوري الآن. أبطال أوروبا. مالك على لمصلحة سي دي بي، سي دي بي يلعب للتلمون، عدد لغزال يلعب للمثل الظهير، وهذه عظية وسجل يقدم مباراة كبيرة. مالك عادة لبانيجا، بانيجا يلعب لفرانكو فاسكيز، لكن استعاد الوصلي عادة وكو، ولكن الزونزي انزلزي عادة ل والكات تسديدة وموتينو يضيعها والحارس يصدها وتنتهي المباراة على طول. رسميا اشبيليا بطل دوري ابطال اوروبا، وبالتأكيد ستستمر احتفالاتهم طوال هذا الليل. الأبطال يحققون الكأس اليوم، هذه بطولتهم بعد أن قدموا واكتب ومتعتهم. اكتب يا كاتب، اكتب اسم إشبيلية على الكأس، والكأس رقم 18 لإسبانيا. وافرح يا ستيفينو و سلام دم سلام دم تحت عندما سوى هذا الموسم ثلاثية جميلة، وارفع الكاس على طول يا سيموني كاير، وارفع الكاس يا مدربي او يعني و خلاص. وهذا كايا يرفع الكاس مالكا، وكرون ديلي يرفع الكاس بعد ما هو كم اللاعبين الممتازين هذا الموسم. اوكي، كايا يرفع الكاس مرة ثانية بعد ما هو كان الكابتن، وساعدنا بشكل كبير في تدور في اي مباراة، مباراة تصفيات دوري ابطال اوروبا. يعني والله لو ما ساعدنا لكنا اصلا مو في دوري ابطال اوروبا اصلا، فهو ساعدنا في الملحق، وهو اللي اهلنا الى الشامبيونز ليج و رفاقة ساعدونا بأن نجلب هذا الكأس إلى النادي. أوكي، لعبنا 4 مباريات هذا الشهر، كرون ديلي الهداف 6 أهداف، عقب جابرييل خيسوس ب4 أهداف، عقب بنيادم بهدفين، ف كرون ديلي أفضل لاعب صنع ب4 أهداف، عقب فاسكيز ب3 أهداف، عقب سامو كاسيليخو ب3 أهداف أيضا، وأفضل لاعب في الشهر أكيد كرون ديلي. اوكي، فريق الشهر هذا في بانيجا وسامو كاسيليخو. اوكي، وازداد طاقة جابرييل خيسوس الى 83، وخفضت طاقة بابلو سارابيا الى 81. فقررنا ان نعطي لقب جديد وهو بابلو الجحفلي، يعني عشان
تعرفون متى اللاعب هذا انقذنا في الكأس؟ الكأس يعني كنا نلعب مباراة ضد لاس بالماس، كانت مباراة فيديو اكيد يعني، وكانت النتيجة 1-1 لين الدقيقة 94 ويا سابيا وسجل الهدف الثاني لصحة فريقنا. اوكي يعني تروفي اوكي يا جماعة حاليا اكتبوا في الكومنتات هل تبغون ان نجدد مع اشبيليا او ننتقل الى مانشستر سيتي او ان ننتقل الى برشلونة. اوكي اول شيء نشوف خطة لعب برشلونة و نعم اوه عنده محمد صلاح اوكي يعني يعتبرون عنده بلاعبين ممتازين نعم غير اصلا وين اللاعب اللي هو كوتينهو ما اعلم كوتينهو غريبة يعني اوكي مو كذا يعني اوكي مانشستر سيتي هذه هي تشكيلتهم مع ما لاحظ ان فيها شيء غير عن اوكي فاتوقع هذا الشيء يعني لعبيه افضل لشبيليا يعني بدل ما نعم نسير نشتري لاعبين وحالة اتوقع ان الاسبوع الجاي بيجيب لكم او بيجيب التيشيرت الجديد بعلن عن التيشيرت الجديد لفريق اشبيليا فانا هنا وصلت المقطع بكم استمتعتوا لايك وسبسكرايب وكومنت وفيفورت شير كان معكم ماركو مع السلامة